والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. فاطمة خليل معها أخبار المال والأعمال. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركة جنوب الوادي شركة متكاملة متعددة الأنشطة تستهدف خدمة محافظة الصعيد. جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023-2024. أشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة في كافة محافظات الصعيد للمساهمة في مشروعات التنمية المجتمعية التي تسهم في تطوير مستوى معيشة المواطنين. تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط دعم معارض أهلا رمضان المتواجدة في مدن دمياط بالسلع الغذائية بجودة عالية. يضم المعرض كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، وتضم 18 قسما. نشكر أولا القيادة السياسية للتوصف وإنشاء المعارض على مستوى الجمهورية لتخفيف عن كاهل المواطن البسيط والمتوسط وفوق المتوسط، لرخص الأسعار والجودة من زيوت ومنتجات ألبان ولحوم وعلافة وأرز ولحوم مجمدة وخلافه، لأن الأسعار هنا في متناول المواطن البسيط. جينا معرض دمياط هنا لأن الحاجة في رخيصة، الحاجة أرخص من السوق، وحاجة بسم الله ما شاء الله جميلة يعني مش وحش. الأسعار هنا رخيصة جدا، والزيت رخيص والرز رخيص وكل حاجة رخيصة وفي متناول الجميع، وربنا يخلي لنا الريس يا رب، وعايزين على طول أهل رمضان يبقى طول السنة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب سابقة، مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع لأوبك بلس، ومع حضر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بما قد يثير تقلبات في السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% لتستقر عند 85 دولار و56 سنت للبرميل. هبط سعر الخام الأمريكي بنسبة 1.39% إلى 78 دولار و57 سنت. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.62% لتصل إلى 3 دولارات و13 سنت للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.62% لتسجل نحو 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نقلت وكالة رويترز عن مندوبين من أوبك بلس بأنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على السياسة النفطية الراهنة في اجتماعها المزمع في أول فبراير. وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لأوبك بلس بشأن أساسية السوق. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مخطفية نظيرتها العالمية، وسط تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات رفع البنوك المركزية الكبرى بما فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة. هبط المؤشر السعودي بنسبة 3.1% منهيا 7 جلسات من المكاسب. وتأثر المؤشر بخسائر في أسهم القطاعين المالي والمواد الخام، وتراجع المؤشر القطري بنسبة 3.1%، كما هبط المؤشر الرئيسي في دبي 8.1% متأثرا بتراجع أسهم القطاعات الصناعية والعقارية. في المقابل اختتم مؤشر أبو ظبي الجلسة مرتفعا 7.1% بعد أن تراجع أكثر من 3% مسجلا أدنى مستوى في 6 أشهر.
تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من الترقب قبل سلسلة من اجتماعات ستعقدها بنوك مركزية في وقت لاحق هذا الأسبوع. جاءت الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاع التكنولوجيا بين أبرز الخاسرين، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 6%، حيث تصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات المتراجعة بنسبة 2.1%، وتراجع سهم شركة بي أن إي الألمانية للطاقة المتجددة بنسبة 15.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للإلهام وهبة لاستكمال ما تبقى من السادسة. أشكرك فاطمة.